هذا سائل يقول: ما حكم وضع الإنارة على السور الخارجي للمقبرة؟ لأي شيء توضع الإنارة؟ ما يصلح هذا. عندما يدفن الميت بالليل يأتون معهم بمصباح كهربائي ونحوه ويسرجون القبر حتى يدفنون ثم يذهبون به. الآن وضعت في المقابر، مقابر الرياض، وضعت أفياش في سور المقبرة، وهذه الأفياش عندها أسلاك كهربائية تشبك عند الدفن، فإذا فرغوا يفصلونها هذا السلك. نعم.